نعلم كلنا بمعطياتنا العامة على أن أتينا من سيرورة تاريخية وحضارية لم تعرف الحدود، منطقة يعني كانت بعد الفتوحات الإسلامية مهيكلة من خلال دول موحدة منفتحة كالدولة الأموية العباسية في مرحلة الأولى، وبعد ذلك الدولة الموحدية والمرابطية التي كانت يعني تؤطر التراب بطريقة عمودية من الأندلس إلى عمق الصحراء. فمسألة الحدود طبعا أتت بها القوة الاستعمارية الفرنسية التي مزقت وفرقت بين الدول المغاربية، وهي الوضعية التي لا زلنا نعيشها اليوم. لذلك نقول على أن الشعوب المغاربية هي عبارة عن شعب واحد بدول مختلفة، على عكس الشعوب الأوروبية اللي هي شعوب مختلفة كادت أن تبني دولة واحدة خلال وعبر مؤسسة الاتحاد الأوروبي. فهنا التحدي، كيف أن شعب واحد بدول مختلفة عجز القيام أو بناء مؤسسة توحده من خلال آفاق ومن خلال تجاوز عراقيل معينة وتجاوز بعض المشاكل الداخلية يجب سردها بتأني. قال بعض الأساتذة في مداخلاتهم البعض منها، فنعم هناك مسألة الحدود اللي هي جوهرية وتمزق بين الشعوب وكذا. هذه مسألة الحدود أتت بحروب، نعم حرب الرمال، نعم حزب انفصالي انشق على حزب وطني يعني اللي هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وأسس حزب البوليزاريو وتبنى أطروحة الانفصال على المغرب، وتبنى أطروحة قيام دولة جديدة في المنطقة. لكن هناك كذلك موروث استعماري، ألا وهو المكون الثقافي أو المكون الثقافي نعم، الذي بدأ يطور بعض بوادر التوجهات العرقية التي تتبنى أطروحات استعمارية جديدة، وهي وريثة طبعا الظهير أو ما يسمى بالظهير البربري، عبر بعض الحركات التي اليوم تتحالف مع الاستعمار الجديد، ولا وهو التأثير الصهيوني داخل مكونات المغرب الكبير أو شمال إفريقيا. لعل خير تحليل على هذا الوضع هو العدد الاستثنائي أو العدد الفريد لمجلة أنفاس سنة 67 التي جمعت مساهمات بعض المثقفين آنذاك حول مسألة التأثير الصهيوني على المكونات أو التأثير الصهيوني على المثقفين الشمال إفريقيين بالمنطقة. كانت مساهمات كثيرة من إبراهيم السرفاتي، من عمر بن جلون، من نيسابوري، مولاي إسماعيل العلوي، وهو عدد متواجد بعنوان الثورة الفلسطينية. فاليوم نعيش هذا الوضع الذي مثلا ينبض مسألة التسمية الموجودة كذلك في المادة واحد من ميثاق اتحاد المغرب العربي، هي تسمية المغرب العربي. فالانطلاقة هي انطلاقة سنة 1989 شادة في اتفاقها، بمعنى هناك اتفاق عنوان المنطقة باتحاد المغرب العربي، وهذا خلق شرخ داخل مكونات ثقافية مؤطرة، جزء منها أقول مؤطرة من طرف التأثير الصهيوني بدلائل وبتحليلات وبوثائق موجودة، كما أن هذا الميثاق نفسه هو انطلاقة شادة في مادة أخرى، ألا وهي المادة 15 التي تقول على أن كل دولة موقعة على الميثاق تحمي منظمة تتهجم عسكريا أو بالقوة على دولة جارة، فهذا خرق للميثاق. فبمعنى على أن ميثاق اتحاد المغرب العربي كما هو مسمى
نعم اليوم نجد فكريا بعض توافقات نسمي المغرب الكبير أو إلى آخره، ولكن هذا مخالف للتسمية القانونية اللي كاينه في الميثاق اللي هو اتحاد المغرب العربي، وذلك بتوافق زعماء أو القادة المغاربيون آنذاك. ولكن كذلك هناك تناقض صارخ ما بين واقع الاعتداء وسنة 89، نعلم أن لم يكن هناك اتفاق إيقاف النار ما بين حزب البوليزاريو والجيش المغربي، ولكن رغم ذلك وقع القادة المغاربيون على هذا الميثاق، وفي مادته 15 على أن كل من أيبرجي يعني احتضن منظمة تعتدي بالسلاح أو تعتدي على دولة جارة فهو خرق الميثاق المتفق عليه. فبحال اللي تنقولوا باللهجة المغربية من الخيمة خارج مي. فهنا هذه القضية هذه يعني يجب إثارة انتباه لها. فهناك بعض العوامل كذلك تتجاوز مسألة المقومات الوحدوية أو الشعب الواحد الذي يعرف تنظيم دول متعددة، هو مسألة تباين الأنظمة السياسية. فهناك طبعا هذا الحزب الانفصالي هو صنيع للقطبية الغربية والسوفياتية آنذاك، بعد ذلك هناك بروز مقومات عرقية للتفكك، وتكلم عليها الأستاذ كريميكا يعني خطر آتٍ لتفكك الدول الوطنية، كذلك عنصر الإرهاب الذي تسلل إلى المنطقة المغاربية بما عرفته أرجار الجزائر من حرب أهلية في التسعينات، كذلك تباين الأنظمة من حيث نوعيتها الإيديولوجية، بمعنى هناك نظام ملكي، هناك أنظمة جمهورية، هناك كذلك أنظمة تتبنى يعني النظام الكاستي الهندي، تظاهرات عبودية في بعض الدول، وبعض دول أخرى هناك شعوب متجانسة، هناك كذلك النظام الجماهيري الليبي، هناك كذلك النظام المركزي المغربي. فهذه كذلك من المقومات التي جعلت تباين هذه الأقطار وأعاقت كالكبار الوحدة بين هذه المكونات. الآن الشركاء أو المتفاعلين مع هذا الفضاء المغاربي هم أولاً الجار الشمالي اللي هو الجار الأوروبي الذي اختار أن يتعامل معنا كدول منفردة وليس كجماعة مكتملة، بمعنى هناك مسلسل برشلونة، هناك سياسة الجوار الأوروبي لا بوليتيك دو فوازيناج، وهناك كذلك قبلها أو الديالوج 5+5 أو البروسيسوس دو برشلونة. أتت قوة جديدة وهي الصين، تكلم الأستاذ الحمودي على طريق الحرير، وكذلك هناك الفوكاك الفوروم الكوبيراسيون سينو أفريكان الذي رصد إلى إفريقيا ما يناهز 165 مليار ديال الدولار كصندوق استثماري بتقريبا بدون أي فائدة لبناء و يعني الاستثمار في تجهيزات إفريقية محضة، وكذلك مقاربة جيوستراتيجية لعل آخر أول قطيعة خطيرة من ناحية الجيوستراتيجية هو أن الصين لديها اليوم قاعدة عسكرية في المحيط الأطلسي لأول مرة في تاريخها، ولذلك تم انقلاب في الغابون تكلمنا على واحد انقلاب القصر وقع في الغابون. لماذا؟ لأن الصين وضعت قاعدة عسكرية أمام الولايات المتحدة، وهذا طبعا يعني جعل وقع ما وقع في إفريقيا. فهناك هذه العملية ديال المقاربة الانفرادية أو السياسة الفردية مع دول المغاربية كذلك تعقل شيء، أن هناك يعني عوامل داخلية ولكن هناك كذلك تعامل الجوار معنا. فلما مثلا منظمات إقليمية كسيدياو تستطيع أن تبلور سياسة مشتركة من حيث الضريبة الغير المباشرة الضريف دواني، تستطيع أن تقوم
بسياسة تصدير مشتركة لفيليير ديكسبورتاسيون تستطيع كذلك أن تفك نزاعاتها بقضاء مشترك مثلا حول استغلال ميناء أبيجان على أساس أن جميع الدول حتى الدول الغير مطلة على البحر أن يمكن لها أن تستغل ميناء أبيجان كي تصدر مواردها الطبيعية إلى الخارج. هناك بعض الأمثلة التي نجحت في إفريقيا رغم عواملها الداخلية من الحروب الأهلية من التخلف الهيكلي الاقتصادي إلى آخره من 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 العوامل. لعل أن مثلا نحن في طنجة على بعد 15 كيلومتر من ميناء طنجة المتوسطي كأكبر ميناء في المتوسط وثاني أكبر ميناء في إفريقيا كان ليكون حافزا للمنطقة كي تبلور سياسة تصديرية مشتركة أو ميناء الدخلة كان ليبلور استراتيجية تصدير مشتركة وهنا يكون مدخل لتعاون اقتصادي من حيث الغداء والفلاحة من جهة ومن حيث الطاقة من جهة أخرى. ولكن هنا عرقلة اقتصادية أو نفسية اقتصادية هو أن لما تكون لبعض الدول الوطنية داخل المغرب العربي اقتصاد ريعي فهذا يعني يلغي الانخراط في منطق المشروع المحفز أو Project Finance الذي يحفز الاقتصاد الجهوي والاقتصاد الإقليمي يعني يحصر التصورات أو التحليلات السياسية في المنافسة الأمنية أو الجيوسياسية الإقليمية مما يجعل الشعوب يعني تؤدي كلفة هاته العقلية. شكرا سيد رئيس. لا اللي غادي نسف عليه لا حيت داك الكرونومتر.